هذا اللقاء يدخل في توطيد العلاقة والشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات الجامعية والبحثية، وكنا قمنا بإبرام كثير من الاتفاقيات، 14 اتفاقية في هذا الإطار. هو في الحقيقة هذا يدخل في إطار الانفتاح للجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكنا تكلمنا عليه في الدخول الجامعي، وقلنا أنه يدخل هذا في برنامج استراتيجي لقطاع التعليم العالي اللي هو المسجل في برنامج عمل الحكومة. والآن احنا نحاول نمروا إلى مراحل وين يكون فيه توطيد هذه العلاقة ونتائج باش تكون علاقة فعالة مع المحيط الاقتصادي. واليوم كان فيه كذلك مشاريع للبحث التطويري، هو اللي الان رانا نطلبوا فيه بكل امل باش نوصلوا الى بحث تطويري ناتج على المؤسسات الاقتصاديه كانت عموميه او خاصه.